السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مجلس الأمة أحييكم وأنقل لحضراتكم على الهواء مباشرة الجلسة الخاصة لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية، حيث دعا معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. أيها الأخوة والأخوات، تتويجا لتاريخ مليء بالخير والبذل والعطاء في خدمة الكويت وشعبها، يواصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قيادة مسيرة الخير والإعمار والتنمية والتطوير في البلاد كما قادها أسلافه الكرام، وليكمل سموه رعاه الله إسهاماته الجليلة في صنع تاريخها وبناء مجدها وإعلاء رايتها وتعزيز مكانتها إقليميا وعربيا ودوليا. وطوال الأعوام الماضية كان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السند الأمين للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مشاركا في صنع القرار وحمل إلى جانبه أعباء تلك المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة، وقاد معه البلاد لتعزيز الأمن والأمان والازدهار، خير خلف لخير سلف في إدارة دفة الحكم وشؤون الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقا ورفعة لدولة الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء والرخاء. أيها الأخوة والأخوات، قد نعى الديوان الأميري يوم السبت الماضي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه، داعينا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. رحلت يا أمير العفو وتركت لنا إرثا وذكرى من الصعب نسيانها، وتجلت آثارها في كل ثنايا هذا الوطن. يفارقنا صاحب القلب الكبير بعدما كتب في قلوب محبيه شهادة وفاء بعمق تعهداته ونهجه ومسيرته الرائدة من أجل الكويت وشعبها. رحم الله أمير العفو، رحم الله من وحد الجهود وعزز التعاون ووجه كل الطاقات لخدمة الوطن والحفاظ على وحدته. رحم الله من آمن بأهمية ووحدة وتكاتف أبناء الكويت. أيها الأخوة والأخوات، عزاؤنا في خلف لخير سلف. سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث يواصل مسيرة التطوير والرخاء والبناء بخطى واثقة وتفاؤل
نحو المستقبل بما يحقق تطلعات الكويت وشعبها، حيث كان سموه رعاه الله مواكبا لمسيرة الوطن وملازما لأشقائه حكام الكويت السابقين، مما أكسبته خبرة قيادية في إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا، وهو ما يؤكد أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هو خير خلف لخير سلف، حيث يعد سمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الحاكم السابع عشر لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وطوال الأعوام الثلاثة الماضية كان سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السند الأمين للأمير الراحل طيب الله ثراه، حيث شارك في صنع القرار وحمل أعباء المسؤولية والأمانة العظيمة لهذا الوطن. أيها الأخوة والأخوات، إن دستور الكويت يمثل القاعدة والمرجعية السياسية والقانونية التي تضمن الانسجام بين الحاكم والمحكوم. دستور دولة الكويت رحلة بناء سياسي واقتصادي للإنسان الكويتي على مدى 61 عاما من العلاقة الدستورية بين الشعب والحاكم من خلال مؤسسات يتشارك فيها الجميع من أجل مستقبل زاهر للوطن. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، من قاعة عبد الله السالم هنا في مجلس الأمة سيصل بعد قليل بمشيئة الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحضور الجلسة الخاصة لأداء سموه رعاه الله اليمين الدستورية، حيث دعا معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة وإعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. أيها الأخوة والأخوات، منذ أن صادق أمير دولة الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه صادق على دستور دولة الكويت، والذي شكل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، فاكتسبت هذه الوثيقة المهمة تقدير وإجلال الشعب الكويتي منذ صدوره حتى يومنا هذا. فالدستور الكويتي أطر أسلوب الحكم بشكل ينسجم وطبيعة العلاقة العريقة بين الحاكم والشعب، ونقلها إلى وضع أكثر عصرية واستقرارا، كما تؤكد
أيضا مضامين الدستور ومقوماته الأساسية بالتمسك بالعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. هكذا أيها الأخوة والأخوات، بإقرار الدستور طرقت دولة الكويت أبواب الديمقراطية بدخول غير مسبوق، رسخته بعد ذلك بعدة فصول تشريعية لمجلس الأمة لتتحول إلى دولة دستورية متكاملة، لا سيما أنه نظم العلاقة بين الحاكم والشعب وأكد على حقوق المواطن المدنية والتمسك أيضا بثوابت العدل والحرية والمساواة بين المواطنين. فظلت دولة الكويت تنعم طيلة هذه المسيرة التاريخية بممارسة ديمقراطية نادرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ رسخ المؤسسون بيئة برلمانية خصبة سار عليها الأبناء من بعدهم حتى جنوا ثمارها اليانعة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، من قاعة عبد الله السالم هنا في مجلس الأمة، حيث سيصل بعد قليل بمشيئة الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، لحضور الجلسة الخاصة لأداء سموه رعاه الله اليمين الدستورية، حيث دعا معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة وإعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور، واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. أيها الأخوة والأخوات، إن التجربة الديمقراطية الكويتية هي ديمقراطية نابعة من عقيدة الشعب الكويتي وتاريخه وبيئته الخاصة، وقد تآزرت هذه العوامل على قيام الممارسات الديمقراطية النابعة من تجربة هذا الوطن التي تتنوع فيها الآراء وتتنوع فيها التوجهات وتمارس فيها حريات التعبير في ظل مناخ كما نراها في هذه الصور المعبرة من قاعة عبد الله السالم هنا في مجلس الأمة، من الحرية والشورى وسيادة القانون وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي بلا شك هدفنا جميعا. أيها الأخوة والأخوات، هكذا حكام دولة الكويت، هكذا حكام دولة الكويت المتعاقبون لطالما أكدوا اعتزازهم بالنظام الديمقراطي الذي انتهجوه وارتضوه مع أبنائهم وأخوانهم المواطنين،
فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يصل في هذه اللحظات موكب حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مبنى مجلس الأمة في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة. إذن سيداتي وسادتي، عزف السلام الوطني بوصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وفي هذه اللحظات يتوجه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يرافقه معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون، ومعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، مباشرة إلى القاعة الأميرية هنا في مجلس الأمة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات عبر هذه الصور الحية وأيضا المباشرة، والآن يوقع على سجل الشرف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومعالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون، ومعالي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح. إذن سيداتي وسادتي، تتويجا لتاريخ مليء بالخير والبذل والعطاء في خدمة الكويت وشعبها، يواصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قيادة مسيرة الخير والإعمار والتنمية والتطوير في البلاد، كما قادها حكام الكويت السابقين الكرام. وليكمل سموه رعاه الله إسهاماته الجليلة
في صنع تاريخها وبناء مجدها وإعلاء رايتها وتعزيز مكانتها إقليميا وعربيا ودوليا. وطوال الأعوام الماضية أيها الأخوة والأخوات، كان سمو أمير البلاد مفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السند الأمين للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مشاركا في صنع القرار، وحمل إلى جانبه أعباء تلك المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة، وقاد معه البلاد لتعزيز الأمن والأمان والازدهار، خير خلف لخير سلف في إدارة دفة الحكم وشؤون الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقا ورفعة لدولة الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء والرخاء. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات عبر هذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من قاعة عبد الله السالم هنا في مجلس الأمة، حيث يؤدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية بعد قليل، حيث يواصل مسيرة التطوير والرخاء والبناء بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يحقق تطلعات الكويت وشعبها، حيث كان سموه رعاه الله مواكبا لمسيرة الوطن وملازما لأشقائه حكام الكويت السابقين، مما أكسبته خبرة قيادية في إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا، وهو ما يؤكد أن صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هو خير خلف لخير سلف فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يتجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبمعيته معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة اليوم جلسة خاصة لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية عملا بالمادة 60 من الدستور. أمين عام تفضل بتلاوة رسالتي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. تفضل السيد الأمين العام بتلاوة الكتب الواردة من الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ الفاضل أحمد عبد العزيز السعدون الموقر رئيس مجلس الأمة، تحية طيبة. وبعد، نحيطكم علما بأن مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا رقم 48/3 بتاريخ 16 ديسمبر 2023، والذي تم خلاله إعلان وفاة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد. كما تم خلال الاجتماع مناداة سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت مع وافر الاحترام والتقدير رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح. معالي الأخ الفاضل أحمد عبد العزيز السعدون الموقر رئيس مجلس الأمة تحية طيبة. وبعد، إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور للتفضل بتحديد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحا لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لليمين الدستورية مع وافر الاحترام والتقدير رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح. كتلة الفقرة التالية. البند الأول تأدية اليمين الدستورية. تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتأدية اليمين الدستورية وفقا للمادة 60 من الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بإلقاء النطق الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى الله وأصحابه الكرام الطيبين. معالي الأخ أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة، سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الإخوة والأخوات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم اليوم في ظل هذه الأجواء الحزينة والظروف الأليمة والأوقات العصيبة. ألتقي بكم وفي العين دمعة وفي الغلبة غصة وحسرة وفي النفس لوعة وحرقة. ألتقي بكم والكلمات تضيق وتعجز عن التعبير عما يختلج في خاطري وفي نفسي شخصيا من مشاعر الحزن والأسى على فراق أخي ورفيق عمري ودربي المفروق له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة ودار الخلد مثواه. ألتقي بكم لأستذكر بكم بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه الفقيد الوطن لشعبه الكريم من إجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين، وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف شهد له الجميع. Thank you.
أخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الأهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين. فسيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا، باقين وبالقسم العظيم بارين، أوفياء للوطن والمواطنين. حيث أعطي بلا حدود عطاء من غير منة، وترك لنا سيرة عطرة ومناقب رفيعة جميلة فريدة في الوصف والعدد، وتفرد في تواضع شامخ، فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين، مما جعل التواضع يعزي بعضه بعضا يفقده ورحيله، ولقد كان له منا السمع والطاعة، ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها، رغم عدم قناعتنا ببعضها، لأن طاعته من طاعة الله، وعزاؤنا وعزاء أهل الكويت هو جميل ما تركه لنا رحمه الله من مآثر حميدة وأخلاق زكية كريمة، ستبقى ذكرها خالدة تسكن العقل والوجدان، ونحن بقضاء الله وقدره مؤمنون، وإنا على فراقك يا أميرنا لمحزونون، ولا نقول إلا بما يرضي الله وما يقوله الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يفوتنا نحن وفي هذا المقام إلا أن أسجل اسمي أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الوفي الذي عبر وبصدق عن أرقى وأعذب مشاعر العزاء، والشكر والتقدير موصول لكافة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة، ولكل من حضر وقدم واجب العزاء، ومن حضر من المعزيين ولم يتمكن من تقديم واجب العزاء لكثافة الحضور وضيق الوقت، والشكر أيضاً لكل من عبر عن ذلك بكافة وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أملك إلا أن أقول للجميع جزاكم الله عنا وعن الوطن وعن أهل الفقيد خير الجزاء، وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم الله سوء ولا مكروه، ونلتمس العذر لمن لم يحضر. إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، فإني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد،
المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه، وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا. وأود أن أؤكد لكم في خطابي هذا استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، محافظين على التزاماتنا الخليجية والأقليمية والدولية. إخواني وأخواتي، أبناء وطني، أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين. وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتين التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد. وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإغراره، لهو خير شاهد ودليل على مدى الأضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية. ومما يزيد في الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها، مما أسبغ عليها صفة الشرعية، وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين. لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوباً بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندم لأجل مسمى، وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا. إخواني وأخواتي أبناء وطني، حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا، وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله. مما يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصاً الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية، والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه، وأن نتحاور وأن نتبادل الرأي والمشورة والنصيحة، وأن نسعى جميعا لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود، وضرورة
التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية، حفاظاً على الهوية الكويتية وتعزيزاً للمواطنة الحق للكويتيين الذين يؤمنون بأن الكويت هي البقاء والوجود وإن الولاء لها. أخواني وأخواتي أبناء وطني، انطلاقاً من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث، مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين. فسيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين وبالقسم العظيم بارين أوفياء للوطن والمواطنين. في الختام أدعو الله في علاه أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء، ويحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء، وأن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها، وأن يرحم شهداء الأبرار، وأن يتقمد موتانا وموت المسلمين بواسع رحمته، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمان والأمان. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، حفظكم الله ورعاكم. أيها الإخوة والأخوات الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه لمحزونون. إن الفقد اليوم والأسى عميق في قلوبنا جميعا على فراق أميرنا الذي عرفناه قائدا حكيما وإنسانا تمتد يده بالعطاء إلى بلا حدود، كان مرشدا حليما بالعفو الكريم، حاكما مؤمنا بقيم التسامح والتواضع، قريبا من نبض الشعب بجميع فئاته، يتلمس تطلعاته ويستجيب لحاجاته. لقد رحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
رحمه الله وطيب الله ثراه، بعد سنوات قضاها على رأس الدولة، وقبلها سنوات عديدة متدرجا في سلم المهام الوطنية السامية، تاركا إرثا خالدا من خلال بصماته المشهودة وكلماته الراسخة في الوجدان، نبراسا منيرا لما تضمنته من توجيهات وإرشادات سديدة ألهمتنا عناوين العمل الوطني الشامل لمجالات الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي. وإذ نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برحمته الواسعة، وأن يسكنه وسيح جناته، فإننا ندعو الله تعالى أن يمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورفعه بالعون المديد والرأي السديد لاستكمال مسيرة بناء الدولة وفق القيم الدستورية. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، لقد تابع شعب الكويت بكل اعتزاز ما قمتم به يا صاحب السمو من معاونة فقيد الكويت في إدارة دفة الحكم بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد، خاصة منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ 15 من نوفمبر من عام 2021 بشأن الاستعانة بسموكم الكريم لممارسة بعض الاختصاصات الأمير الدستورية. وإننا نعاهدكم اليوم مع الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح من ملامح العهد الجديد. وباسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة أرفع إلى مقامكم السامي التهنئة الخالصة بقيادة حاضر ومستقبل وطننا العزيز الغالي، واثقون بحكمة وقدرة سموكم على حمل راية تحفيز الهمم على درب التنمية والتطوير والإصلاح لبلوغ قمم السمو بالأهداف الوطنية، سائلين المولى أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويوفق سموكم لما يحب ويرضى. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة سنواصل المسيرة موقنين بقدم مشرق تحت قيادتكم الرشيدة، وإننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعاً باستلهام الأولويات من رؤية سموكم الثاقبة لواقع بلادنا والمستشرفة لآفاقها الواسعة في محيطها الإقليمي والدولي، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه برفع الجلسة، وأرجو من الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة والسادة الضيوف الكرام البقاء في أماكنهم حتى مغادرة صاحب السمو مقر المجلس. تجلس. إذن سيداتي وسادتي، يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
قاعة عبد الله السالم هنا في مجلس الأمة بعد أداء اليمين الدستورية في جلسة خاصة بناء على طلب الحكومة وإعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يغادر في هذه اللحظات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ويرافقه معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون. إذن أيها الأخوة والأخوات، خير خلف لخير سلف في إدارة دفة الحكم وشؤون الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقا ورفعة لدولة الكويت في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء والرخاء وتتويجا لتاريخ مليء بالخير والبذل والعطاء في خدمة الكويت وشعبها. يواصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قيادة مسيرة الخير والإعمار والتنمية والتطوير في البلاد كما قادها أسلافه الكرام، وليكمل سموه رعاه الله إسهاماته الجليلة في صنع تاريخها وبناء مجدها وإعلاء رايتها وتعزيز مكانتها إقليميا وعربيا ودوليا. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات في هذه الصور الحية وأيضا المباشرة والتي تأتيكم من مبنى مجلس الأمة، حيث يغادر في هذه اللحظات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة حيث دعا معالي رئيس مجلس الأمة السيد أحمد عبد العزيز السعدون لعقد هذه الجلسة بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة 60 من الدستور واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، يواصل سموه رعاه الله مسيرة التطوير والرخاء والبناء لهذا الوطن بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يحقق تطلعات الكويت وشعبها، حيث كان سموه رعاه الله مواكبا لمسيرة الوطن وملازما لأشقائه حكام الكويت السابقين مما أكسبه خبرة قيادية في إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا، وهو ما يؤكد أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هو خير خلف لخير سلف. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات،
يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. الأمة بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. إذن سيداتي وسادتي، يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد فدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مجلس الأمة بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. إذن سيداتي وسادتي، يغادر في هذه اللحظات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مبنى مجلس الأمة، وفي وداعه معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون في هذه اللحظات يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد فدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مجلس الأمة بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. إذن سيداتي وسادتي، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع الجلسة الخاصة لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليمين الدستورية، وعودة إلى الزملاء في استوديو الأخبار، فإلى هناك.